يا اهلا بكل حضراتكم، عوده مره تانية على 10 الصبح في الاهلي واولى فقراتنا الحواريه، وده هنتكلم من خلالها عن او هنحتفل من خلالها بفريق شباب طايره النادي الاهلي تحت سن 19 سنه اللي فازوا مؤخرا ببطوله منطقه القاهره، ومعانا اتنين من اللاعبين هنتكلم معاهم بقى عن مدى قوه المنافسه ومشوارهم في هذه البطوله وفي غيرها من البطولات. هم الحسين محمد الازاز واحمد محمد. صباح الفل عليكم. صباح النور. اخباركم ايه؟ كله تمام؟ كله تمام. نبتدي بيك يا ابو حميد. طبعا. عايزين نعرف كده بدايه كلام انت والحسين، خلفيات كده بسيطه عنكم، بتدرسوا ايه؟ عندكم كام سنه؟ انا في كليه هندسه الاكاديميه البحريه. تمام. وفي اول سنه لسه. وانت؟ انا كليه تجاره جامعه كوفنتري. انا تاني سنه. تاني سنه. حلو. وماشي الحال في مساله ان انتوا تعرفوا توازنوا ما بين الدراسه والتفوق الرياضي؟ انتوا مش مجرد رياضيين عاديين، انتوا ما شاء الله ابطال في لعبتكم، فهل في صعوبات في الحته دي؟ لا الحمد لله، احنا خدنا الموضوع عشان بقى لنا فيه كتير. الحمد لله اتعودنا دلوقتي بقينا ان متمكنين في الموضوع ده. يعني ممكن تظبطوا وقتكم ما بين الاثنين بحيث ان مفيش حاجه تضغط؟ هو الدنيا سهله مع الكابتن، يعني بنبلغه قبل الامتحانات على طول. والدنيا بتتوفر يعني في الوقت، بتبقى سهله يعني. جميل. بيساعدونا برضه، بيسهلوا علينا. هي طيب بدايه كلام كده، مليون مبروك على الفوز ببطوله مصر، حاجه جميله جدا. عايزين نعرف برضه منكم يعني مدى قوة المنافسة كانت في البطولة دي عاملة ازاي، واصعب المنافسين من وجهة كل واحد فيكم او من وجهة نظر كل واحد فيكم بالنسبة لك؟ هو احنا دايما تبقى كل سنة عندنا هي الشمس، هي تبقى منافس قوي جدا. وهي السنة دي كانت بطولة مختلفة شوية، عشان من اول دور كان معانا فرقة قوية، يعني كان معانا والدجل من اول دور. دي كانت حاجة جديدة علينا برضه، وكان الفرق يعني العدد بتاعها اقل شوية، كان البطولة أنا أصعب السنة دي. يعني بشكل عام ما كانش بس الموضوع متوقف على قوة المنافس اللي هو نادي الشمس، كان فيه غيره كمان. لا كان فيه كذا. أنت بالنسبة لك أنت هو أخير. البطولة حتى القاهرة الفرق كلها تقريبا نفس المستوى، يعني كله بينافس برضه على الأول، كله عايز أول وتاني، كله بينافس زي بعض. طبعا. فمفيش فرقة داخلة مستسلمة، فرقة داخلة مش مركزة، كله برضه شايف المركز الأول قدامه. فالمنافسة تبقى قوية جدا. بس بيتهيألي بصوا، هي زي ما هي شرف كبير فكره ان انت تبقى لابس تيشيرت النادي الاهلي، ما دي الفرق. هي من ناحيه شرف كبير ومن ناحيه ثانيه ورطه. مش كده برضو ان انت لازم تكون على نفس الأول. قدر المسؤوليه. انت طبعا. بتلبس تيشيرت التاريخ، فالتفصيله دي عامله ازاي معاكم بالنسبه لك انت يا ابو حميد؟ هي طبعا بتفرق في الماتشات، يعني احنا لازم ننزل هو المكسب، يعني لو هو لازم المركز الاول الثاني زي الاخير. فلازم الاهلي دايما يلعب على الاول، دي برضه بتعمل على ضغط شويه، بس هو لازم الاول. يعني الكلام ده واضح انه سيستم عام في كل الانشطه الرياضيه في النادي الاهلي. المركز الثاني زي الاخير دي بتتسمع من ناس كتير في رياضات مختلفه. عبء الموضوع ده عامل ازاي من وجهه نظر؟ ده طبعا هو موضوع ان احنا حتى لما نخسر شوط ولا حاجه، حتى لو كسبانين الماتش 3-1 ولا حاجه، بنبقى برده متضايقين، عايزين كل ماتش نكسبه ونحاول على قد ما نقدر نخلصه على الصفر. حتى لو قصرنا ولا خسرنا شوط ولا حاجه، بنتضايق من نفسنا، احنا كنا ممكن برده نخلص اكتر من كده ونكسب ونخلص على الصفر يعني. طب والضغط بقى، انهي مباراه الى جانب نادي الشمس اللي احنا اتكلمنا عنه، هل في ماتش معين حسيتوا فيه بضغط كبير وان المسائل ممكن تهرب وتفلت من بين ايديكم، بس عرفتوا تلموا نفسكم تاني وترجعوا تاني للجيم؟ عدت عليكم التجربه دي في البطوله دي ولا ما عدتش؟ هو عدت، كان هو عشان زي ما بقول لحضرتك كان الماتشات كلها قويه، الفرق كلها بتنافس جامد السنه دي. يعني كان قبل ماتش الشمس كان في ماتش مصر البترول، ده خلص 3-2، فكان فرقه كابتن انديه يعني. اوكي. وانت بالنسبه لك يعني احنا فعلا احنا اي ماتش في ملعب مفتوح غير الصاله يبقى نواجه بقى الهواء والكلام ده احنا مش متعودين عليه خالص. ففي ماتش حتى مصر البترول ده فعلا احنا كسبناه اخر الشوط، فعلا كان يعني ماتش صعب جدا، هوا كان جامد قوي، فالدنيا كانت صعبه قوي. انتوا ما كنتوش بتلعبوا في ملعب مقفول؟ لا هو النهائي بس. نهائي بس؟ كله في ملعب مفتوح، احنا على طول متمرنين في الصاله. اوكي. فده كان برضه فيها نكتشف بقى شيء من التحدي برضه. ان انتوا في العادي بتلعبوا في ظروف متحكم فيها، لكن الفرقه كلها متعوده على الهواء، احنا الوحيدين اللي متعودين على الصاله، فالدنيا كانت برضه لسه بنستكشف في الماتشات وبنبدا نجرب بقى وكده. اوكي. طب بدايه كل واحد فيكم مع الكره الطايره جت منين؟ هل بسم الله ما شاء الله عشان انتوا طوال يعني، فكان دي اوائل او من اوائل عناصر الجذب، ولا قصه كل واحد فيكم مع البولي بول جت ازاي؟ انا من وانا صغير كان عاجبني البولي بول، فدخلت مدارس الاهلي فكملت فيها شويه الحمد لله، بعد كده حصل اختبارات ودخلت الفريق من 11 سنه. يعني من اول ما اتجهت للرياضه وانت بتمارس الرياضه دي؟ اصل في ناس بيبتدوا برياضات ثانيه مش بيلاقوا نفسهم فيها، بقول لك طب اما نجرب في حاجه ثانيه، لكن انت في حالتك ما حصلش كده. لا كان في ووتر بولو في الاول. هما كان الاثنين دول، يعني كانت الفولي بول والووتر بول. بس لقيت نفسك اكتر في الفولي بول.
طب انت بالنسبه لك يا حسين؟ انا بادئ الطايره، العيله كلها كانت بتلعب طايره. اه طبعا خلاص كده حفيد اللي هو سيد بالوراثه بقى عندكم، فانا كده كده لازم العب طايره. اوكي، بس انا فعلا لعبتها يعني، كان برضو اختيار يعني، انا لو عجبتني اكمل، لو ما عجبتنيش ممكن اغير، بس انا اتبسطت قوي في اللعبه دي، حتى من اول من انا بدات المدارس كده وانا حاسس ان هي ان شاء الله اكمل فيها. طب وتقييمك بقى من وجهه نظر بقيه الاهل البيت اللي كلهم لعيبه ومحترفين في الفولي بول، شايفينك ازاي وشايفين الفريق عموما ازاي؟ بيقولوا لك ايه نوع الملاحظات اللي بيكلموك فيها يعني؟ لا طبعا بيشجعونا وعلى طول في ظهري، وطبعا لو في ملاحظات بقى كحاجه بتمرن برايفت، اروح اشد على نفسي في الجيم، عايز اعلي جامب، عايز اقوي الضرب كده، كل ده ملاحظات يعني ببقى حاططها في دماغي. طبعا هم اقرب ناس ليا، فهم اكيد بيقولوا لي الحاجات اللي هم شايفينها صح. اكيد لو عايزينك تبقى احسن حد بطبيعه الحال. جميل. طيب برضو نروح على فكره الاحتراف، يعني زي كره القدم كده، انتوا اكيد عارفين ان دايما الاحتراف وارد، ومش مجرد وارد، بيكون كمان حلم عند ناس كتير من اللعيبه. في عالم كره الطايره الاحتراف بيحصل يعني زي كره القدم كده، ولا ما بيحصلش كتير او ما بيحصلش كتير؟ هو في بس مش نفس العدد يعني، بس المبدا موجود. اه موجود. طبعا. طب حيث ان المبدا موجود، هل انت شخصيا يا احمد فكرت في موضوع الاحتراف ده قبل كده؟ هو انا يعني بحب الدوري الايطالي في البولي قوي، هو ده اقوى دوري في العالم. طبعا يعني الواحد طبعا بيتمنى يلعب فيه. طب ما قلتش لنفسك ليه طب ما انا اروح وادخل جامعه هناك وابقى بلعب هناك وكده؟ انا بسعى في الموضوع ده. في ايطاليا برضه؟ في ايطاليا وفي حتى امريكا. انا في انجلترا كنت عايز اسافر مع الجامعه واطلع العب هناك طايره، اكمل بقى تبع الجامعه هناك. اوكي. انا لحد دلوقتي يعني ماشي في الموضوع ده. طب وهل قلقان من مش قلقان؟ هي كده كده برضه التجربه دي برضه هتفرق معايا يعني. أكيد. حتى أكيد. نجحت ما نجحتش أكيد. هي تجربه في حياتي هتبقى مفيده كده كده. بس بتهيألي هتبقى المساله اسهل نسبيا لو عملتوا ده وانتوا لسه في مرحله الدراسه، ولا انا فاهم غلط؟ اه هتبقى اسهل. مش ورانا حاجه. مش كده برضه؟ لا كمان فكره كبيرة. ان انت تعمل ترانسفير للجامعه بتاعتك لاي جامعه ثانيه وتكمل، معرفش بقى انتوا نظام عندكم كريدت اورز ولا بتبقى ماشيه ازاي الدراسه في الحاله دي؟ بيبقى الموضوع مش مستحيل. طب ايه الخطوه الجديه اللي انت خدتها عشان تحقق اللي انت بتفكر فيه ده؟ هل يعني راسلت جامعه ما؟ هل تواصلت؟ لا ولسه ما فكرش الموضوع قوي. انا الحمد لله دلوقتي عايز اكمل في النادي الاهلي، وانا في الاكاديميه البحريه، فعايز اكمل، ولو حصل يعني جديد لسه هفكر في الموضوع ده. لسه شكلك انت بقى اللي خدت خطوات جديه. ما انا سالت كذا جامعه، كذا جامعه بره، وسالت وبعت فيديوهاتي وحاولت. ايه رد الفعل؟ رد الفعل اللي هو الناس بتقول لي نشوفك هنا، ندخلك فريق جامعه هنا الاول، ونشوفك الفرقه يعني كفرقه يبلغونا هناك اخبارك ايه وكده، ونبعت لك وتروح وكل حاجه. هل بياخدوا في اعتبارهم برضو الجي بي اي بتاعك او المعدل بتاعك او مجموعك في الدراسه، ولا دي تبقى بره الحساب؟ لا تفرق برضو يعني، انا لازم برضو ابقى ليا مستوى دراسي معين برضو عشان اتقبل هناك برضو كدراسيا، هبعرف اكمل هناك برضه. لان انت بطبيعه الحال هتشيل اسم الجامعه اللي انت هتلتحق فيها هناك، فلازم تبقى لازم برضه ابقى يعني درجاتي كويسه. عندكم احلام معينه في الرياضه دي بصفه خاصه؟ بتحلم بايه انت؟ هو طبعا يعني التصعيد الفيرست ان شاء الله، طبعا المنتخب ده حلم لاي واحد. فدي تبقى مين من المنتخب اللي دايما بياخد عينك لما بتتابع ماتشاته؟ هو في احمد سعيد. إيه؟ هو رباط الفريق الاول في الاهلي. وانت طبعا يعني فعلا احمد سعيد يعني بيعجبني قوي الجامب بتاعه، يعني نفسي ابقى متميز في الجامب زيه كده. جامب متميز جدا، ده يعني يخلي اي لعيب طويل قصير مميز جدا عن اي حد. جميل. طيب احنا معانا على التليفون كابتن حسام شعراوي، وهو المدير الفني لشباب طايره النادي الاهلي. كابتن حسام صباح الفل على حضرتك، اهلا بيك. صباح الخير يا استاذ كريم، وصباح الخير على اللعيبه الجميله ابطال الدوري، وان شاء الله وان شاء الله برضو حضرتك تيجي تنورنا بقى في يوم من الايام ان شاء الله، عشان نتكلم معاك في تفاصيل كتير الحقيقه. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. بدايه كلام، مليون مبروك الفوز ببطوله المنطقه، طبعا حاجه عظيمه جدا. الله يبارك في حضرتك. الحمد لله يعني، والله هم تعبوا مجهودهم ويستحقوا ان هم يبقوا احسن من كده كمان، وان شاء الله بطوله الجمهوريه تبقى معانا باذن الله. جميل. احنا يعني خدنا انطباعاتهم هم عن المنافسه ومدى قوه المنافسه في الموسم ده، عايزين نعرف بقى رؤيه حضرتك انت شخصيا للمنافسه في هذه البطوله كانت عامله ازاي؟
والله البطوله ديت كانت اصعب بطوله يمكن مرت عليا حتى وانا مدرب وانا لعيب. كل الفرق تقريبا مستوى متقارب جدا، يعني من اول المركز الاول لغايه المركز السادس الفرق كلها مستوى عالي جدا. يمكن كان قبلنا منافسه على المركز الثالث والرابع كان بين نادي هليليدو ونادي مصر البترول، يعني ماتش كما يقولون مثلا ماتش عالمي فعلا. مستوى الاداء عالي جدا من الفريقين، ده بيدل ان الكره الطايره في مستواها طالع جدا، الفرق كلها مستواها متقارب. محدش يقدر يحدد مين اللي هيكسب الماتش دوت او مين هيخسر الماتش. الماتش دايما كل الماتشات كانت في الملعب، بس الحمد لله اللعيبه بتاعتي كانت رجاله وقد المسؤوليه والحمد لله عارف نحقق. طب هو ايه اللي حصل الموسم ده بصفه خاصه خلى المنافسه قويه للدرجات دي؟ يعني واضح ان كانت قبل كده الامور الى حد كبير محصوره بين النادي الاهلي نادي الشمس الى اخره، لكن هل بقيه الفرق او النوادي يعني دعمت صفوفها او خطوطها بلعيبه جديده عندهم؟ يعني ايه اللي حصل فبقت المنافسه للدرجات دي قويه؟ وطبعا دي حاجه كويسه، حاجه ايجابيه يعني. طبعا يعني هو بالنسبه عشان قاعده الكره الطايره بقت اوسع شويه واكبر كتير عن السنين اللي قبل كده، فبقت الانديه بتفرز لعيبه كتيره مستواها عالي بتقدر تحقق بعد كده بطولات متقدمه جدا في اللعبه. فالاجيال ديت لما بتتجمع مع بعضها بتلاقي الجيل مثلا دوت المنافسه فيه عاليه جدا. يمكن الجيل بتاعنا الحمد لله احنا محافظين على المستوى الثابت بتاعنا الحمد لله اول على مدار 3 سنين. يمكن دي بتحط علينا ضغط كبير ان احنا دايما نحافظ على مستوانا على مركزنا، ان احنا ما نتهزش باي فرق ثانيه دعمت او ما دعمتش، لا الحمد لله عارفين التارجت بتاعنا ايه وبنحاول نوصل له باذن الله. احنا كنا بنتكلم من شويه على فكره ان ارتداء تيشيرت النادي الاهلي بقدر ما هو فيه فخر كبير جدا وحاجه طبعا تشرف اي حد لابسها، لكن هي فيها شيء من الورطه. اعتقد ان الكلام بحذافيره ينطبق برضو على حضرتك وعلى كل القائمين على الجهاز الفني، مش كده برضو؟ طبعا يعني الواحد بيبقى محطوط تحت ضغط ان هو اسم النادي بتاعه لازم يبقى هو دايما في المركز الاول. النادي الاهلي ما بيعترفش في المركز الثاني نهائي. المركز الثاني بالنسبه لك انت مركز اخير، انت ادام ما حققتش البطوله انت خسرت. ما بيهمناش بقى انت لعبت ماتش كويس او ما لعبتش ماتش كويس، لا انت البطوله هي الهدف الاولاني والاخراني ليك. طبعا ده بيحمل اللعيبه تحت ضغط، بيحمل الجهاز كله تحت ضغط. طبعا دكتور وجيه وكابتن احمد زكريا محمسنا جدا ومدعمنا جامد ان احنا نحقق المركز دوت. يمكن يكون الفريق دوت اغلبه عناصر جديده عن السنه اللي فاتت والسنه اللي قبل كده. في 3 لعيبه او 4 لعيبه بس هم اللي كانوا مستمرين السنه اللي فاتت، اغلب الفرقه كلها جديده. ده كان بيدينا دافع ان احنا نحقق وان احنا ما نقلش عن السنه اللي قبل. طب عايزين برضو نعرف من حضرتك ولو باختصار كده نوعية اللعيبة اللي انتم مسؤولين عنهم، يعني كواليتي الشخصيات والمهارات والإمكانيات والأطوال إلى آخره، إيه اللي بيميز فريق طايرة النادي الأهلي سن 19 سنة عن بقية الفرق؟ يمكن اللي بيميز الفرقة عندنا إن احنا دايماً حاطين الهدف قدامنا مركز أول. فما بيفرقش معانا مين بدأ الماتش أو مين ما بدأش، مين لعب أو مين ما لعبش. اللي بيفرق مع الفرقه في الاخر التوتال اللي حصل، النتيجه الايجابيه اللي حصلت للفرقه، ان احنا كلنا في مركب واحده، احنا يهمنا ان احنا نكسب. دي حاجه ممكن ما تكونش موجوده في فرق ثانيه. يمكن شويه الجيل بيبقى الجيل ده صعب شويه في طريقه المعامله معاه، ناس شباب كبيره زي ما حضرتك شايف رجاله. فطبعا لازم يبقى في نوع شويه من الحميه معاهم، ان انت لازم تحفزهم شويه، ما يبقاش في ضغط عليهم نفسي في البيت وضغط عليهم نفسي في النادي، لا انت بتحاول تقلل الضغوطات دي شويه. يمكن بعض اللعيبه برضه في الفرق الثانيه بتبقى عندها اولويه للدراسه، عندها اولويه للبيت شويه، انما النادي الاهلي طبعا الرياضه، وبعد كده تيجي بعد كده تبدا تشوف الدراسه عامله ايه. احنا الحمد لله الفرق بتاعتنا كلها في كليات هندسه وكليات قمه، فطبعا ده الرياضه مش مأثره عليهم برضو بشكل كبير في الدراسه بتاعتهم، لا هم ماشيين بس لله ما شاء الله، يعني حاجه كويسه جدا. لمست انا الشخصيه الجانب ده من كلامي مع احمد وحسين، واضح ان فعلا المتفوق رياضيا لازم في اغلب الاحيان بتلاقيه كمان متفوق دراسيا او اضعف الايمان، مفيش تقصير تجاه الدراسه، دي حاجه متكرره بناخد بالنا دايما منها. طبعا الحمد لله احنا اللعيبه بتاعتنا الحمد لله متفوقين دراسيا جدا جدا، احنا عندنا 6 لعيبه او 7 لعيبه في كليات هندسه وكليات قمه، وعندنا لعيبه في الصيدله. غير طبعا التفوق الرياضي اللي هم فيه، اغلب الفرق بتاعتنا برضو عندنا عناصر بتشتغل، مش هقدر اقول كتير برضو بحكم ان الانديه الثانيه برضو فيها ناس كتيره. أكيد. يمكن السنه دي اقل سنه احنا عندنا عناصر في المنتخب، بس الحمد لله احنا قدرنا نثبت ان احنا احسن منهم. يمكن مثلا الحسين عندنا من احسن اللعيبه في مباراه الاستقبال، مفيش حد زيه تقريبا في الجيل بتاعه دوت.
وكمان برضو احمد الهادي برضو يعني من اللعيبه المميزه جدا السنه دي. هو السنه الجديده عليه 19، بس هو عنده امكانيات تساعده ان هو يبقى او يوصل ابعد من كده كتير جدا، بالاضافه طبعا للفرقه بتاعتنا كلها بسم الله ما شاء الله يعني كلهم عندهم امكانيات هايله جدا الحمد لله. عظيم. طيب المرحله السنيه دي احنا بنتكلم على مرحله برضو ليها خصوصيتها، فبالتالي تستدعي معامله خاصه جدا نفسيا. طبعا التاهيل النفسي اكيد كده كده مهم في كل الاعمار، لكن هل في صعوبات اكتر مع سن 19 سنه من منطلق ان دي مرحله في يعني شيء من التمرد، مش ممكن يبقوا قابلين او مش قابلين للتطويع؟ يعني ايه الصعوبات اللي بتواجه حضرتك في التعامل مع المرحله العمريه دي؟ يعني يمكن تكون اكتر حاجه صعبه في المرحله العمريه دي كل اللعيبه عندها حاجه ان هي تلعب، فدي بتشكل لنا ضغط كبير جدا ان احنا لازم نخلي اللعيبه كلها تشارك. يمكن في بعض الاوقات ما يبقى الموضوع صعب شويه بحكم المنافسه بحكم اداره الماتش، ان انت ما تقدرش تشارك بالفرقه كلها بال 10 لعيب اللي عندك او 15 لعيب اللي في القايمه، فده بيحمل اللعيبه ضغط انت ما شاركتش النهارده او الماتش دوت انت كنت اوت سكور. بس طبعا بنحاول ان احنا نعالجها، ان ممكن ندخل طول الماتش الجاي او نلعب الماتش الجاي شويه على حسب سير المباراه بيبقى عامل ازاي. يمكن تكون بتبقى اصعب حاجه بالنسبه للفرقه عندنا ان هم كلهم عندهم حاجه ان هم يلعبوا وعايزين يأدوا اللي عليهم. ده بيبقى واضح جدا في الماتشات ان هم بينزلوا لا في روح عاليه جدا، كل واحد عايز نفسه يدخل. شيء جميل جدا، احنا سعدنا جدا بمشاركه حضرتك معانا كابتن حسام عاشور، وبنتمنى لك كل التوفيق في اللي جاي باذن الله. نورتنا في 10 الصبح في الاهلي، اهلا بحضرتك. اهلا بيك. لمين؟ السلام الكبير لمين؟ الكلام اتقطع، بس معلش ان شاء الله يعني تنورنا بقى باذن الله كابتن حسام باذن الله في يوم من الايام قريبا جدا. طيب مساله الروتيشن اللي كان بيتكلم عنها كابتن حسام، فكره ان انت عندك الفريق مكون من عدد من اللعيبه مش كلهم بطبيعه الحال بيقدروا يعني يبقوا دايما موجودين في ارضيه الملعب في المنافسات المختلفه. الاعتماد بيكون على حجم ومدى الجاهزيه ولا كل مباراه وليها حساباتها من وجهه نظرك انت؟ هي تبقى كل مباراه ليها حساباتها، يعني برضه العدد يعني برضه يعمل منافسه حلوه بين اللعيبه، تخلي كل واحد ينزل الملعب يأدي احسن حاجه عنده، فده برضه تفرق مع الفريق جدا المنافسه دي. يعني انت مثلا عدت عليك مرحله ما كنتش بتلعب فيها بشكل اساسي؟ يعني ساعات يعني مثلا في ماتشات الكابتن محتاج ينزل ناس ثانيه، في ماتشات بينزلني كده. هل دي حاجه بتضايقك ولا انت مستوعب ان دي طبيعه الامور؟ لا مستوعب ان دي طبعا طبيعه الامور. ده انت مقلدب وانت بترد على السؤال، امال وقتها كان عم يبقى عامل ازاي؟ ما تقول له حاجه عم حسين. فعلا يعني انت عندك الحته دي حاضره وعارف كويس قوي ان الموضوع سواء انا شاركت او ما شاركتش المهم المصلحه العامه للفريق. طب انت بالنسبه لك برضو هل عدت عليك مرحله كده كنت يعني انا الكابتن كذا ماتش ورا بعض ما لعبتش؟ يعني الكابتن مثلا لو في ماتش ما بداتش بيا ما لعبش بيا بيجي يقول لي قبليها هبدا كذا كذا، عشان الفرقه برضو كلها على طول احنا فاهمين والكابتن مفهم الفرقه كلها لو ما فيش عندنا حد اساسي وحد احتياطي، احنا الفرقه كلها تلعب، الاجهز اللي هيشد حيله اكتر هو اللي يلعب الماتشات الاصعب، بس كده كده كله هيلعب، وكابتن حسام فعلا بيلعب الفرقه كلها بلا استثناء يعني. فانا اللي داخل الماتش ما بداش كله عارف اللي هو هياخد حقه ومحدش هيتضايق، عشان حتى برضه يطلب منه ينزل فهو جاهز. بالظبط، كله جاي بيجي التمرين، كله مواظب على التمرين، فكله جاي جاهز للماتش يعني. طيب طايرة النادي الاهلي سن 19 سنه لو قارناها بنفس المرحله العمريه مش هنتكلم محليا، عالميا، هل انتوا بتتابعوا المنافسات اللي في المرحله السنيه دي مثلا ولا بس بتتفرجوا على المنتخبات والبطولات الكبيره؟ هو بنتابع منتخبات اللي هي في سننا برضه. احنا فين بقى بالمقارنه بيه؟ يعني احنا قريبين ولا بعاد ولا مفيش فرق تقريبا؟ لا قريبين والله. لا قريبين. طب يعني الفروقات بتبقى ايه؟ فروقات فرديه في لعيبه ولا في فرق في المنظومه نفسها؟ في كيفيه هندله المرحله العمريه دي في الرياضه دي انت شايف ايه؟ يعني انا مثلا بحس الفرق بره يعني هم فعلا كل واحد نازل ليه دوره، يعني فعلا مش هيغلط في الدور، يعني كل واحد عارف داخل يعمل ايه بالظبط، كل حاجه يعني. حاجه معينه يعملها. أوكي. مش مثلا ده داخل يستقبل ويشوط يعني كل واحد داخل عنده مهمه، ليه مهمه معينه في الملعب. طب هو مش نفس الكلام ده ينطبق علينا برضه؟ بس هم بره عندهم يعني نظام اكتر شويه يعني. ليه؟ يعني ايه الشويه دول جايين منين؟ الفروقات ايه؟ ولا انتوا ما دخلتوش قوي في التفاصيل؟ لا مش قوي. مش بتتواصلوا مع لعيبه عالميين في نفس المرحله العمريه اتقابلتوا معاهم في اي بطوله سابقه؟ مفيش كده؟ لا. انتوا بالمناسبه هل لعبتوا اي بطولات
عربيه او قاريه او دوليه، ولا لغايه دلوقتي لسه انتوا في المرحله المحليه؟ لا لسه المرحله المحليه لسه. ولا مره لعبتوا فريق عربي مثلا او افريقي؟ لعبنا في اول الموسم جالنا فريق السعوديه وجالنا الامارات لعبناهم، شفنا برضو الفرق عامله ازاي. استفدتوا ايه بقى من فكره اللقاءات العربيه عربيه زي دي؟ يعني ايه اللي استجد عليكم بعد الكام ماتش دول؟ ده طبعا الفرق بنشوف لعب جديد، طريقه يعني حتى في يعني محليا عندنا طريقه اللعب مختلفه، طريقه السيرفات مثلا بنلعب على اللعيب الامامي بس اللي بيضرب من اربعه. لا شفنا بقى في الفرق الثانيه بيلعبوا السيرف في حتت معينه، بيركنوا الموضوع اكتر، الفرقه ماشيه بطريقه مختلفه، طريقه البلوك مختلفه، مسايبين الخط خالص مثلا، ماسكين الزاويه بس. فشفنا برده حاجات يعني ابتدينا نفهمها في الماتش واحنا ساعه الماتش يعني. هاي وانت يا احمد ايه اللي استفدته من اللقاءات مع السعوديه وغيرها من الفرق العربيه؟ طبعا شفنا مثلا نظام المنتخبات عامل ازاي بره في البطولات العربيه، وطبعا هي فرقت معانا جدا الموسم ده، لان احنا ده كان اول ماتش ودي نلعبه هو السعوديه. فده يعني كان ماتشات اول مره نعمل كده اصلا، اللي هو نلعب فرقه عربيه. دي حاجه كويسه يعني مبدئيا خطوه حلوه، يعني خطوه حلوه يعني دلوقتي بقى في تواصل يعني بيننا وبين المنتخبات. فالحمد لله يعني كان ماتش كويس استفدنا منه كتير جدا الموسم ده. جميل. طيب اللي جاي بقى ان شاء الله، يعني انتوا عندكم بطولات ايه بتجهزوا لها؟ الجمهوريه دي السنه دي. الجمهوريه دي هتبقى امتى ان شاء الله؟ دي يعني كمان شهر ان شاء الله. كمان شهر. والاستعداد بقى للبطوله دي اكيد الوضع هيختلف شويه عن المنطقه. بنتكلم بقى على مستوى الجمهوريه. هنستعد حجم الجاهزيه، نتمرن تمرينين في اليوم، تمرين صبح تمرين بالليل، تمارين مكثفه، في جيم كتير الفرقه يعني. طبعا في وقت الماتشات ما فيش جيم، فالفرقه كلها عضلاتها قلت كده، فلازم نرجع نقوي العضلات تاني، نرجع نجهز تاني ونبدا بقى كاننا هنبدا من الاول، ولا كاننا ابطال القاهره ولا حاجه، لازم نخش كاننا بادئين من الصفر عشان نجيب اخرنا في الماتش. احنا عايزين نستضيفكم بقى ان شاء الله المره الجايه وانتم معاكم كده ايه اللقب ابطال الجمهوريه، مش مجرد ابطال القاهره او المنطقه. ان شاء الله. نتمنى لكم كل التوفيق، نورتونا. شكرا. انتهت اولى فقرات الحواريه، حضرات هنطلع فاصل ونرجع عشان نكمل كلامنا. اتفضل.